هو بالفعل المقابله كانت قويه من قبل، كنا عارفين بانها تكون عندنا مقابله قويه، ديما كتكون مقابلات كونتر الدفاع حسين الجديدي وحسين اكادير كيكونوا مقابلات قويه. وجدنا لهذه المقابله هذه بكل ما من الكلمه، عارفين بان حسين اكادير عنده مقابلات افريقيه غيكون عليه العياء، يعني استغلينا هاد الظرفيه اللي كان فيها، عرفنا ان الشوط الثاني غادي يكون عليه شويه تراخي. كنظن بان الاوراق تبعثرت لنا في البطاقه الحمراء، ما بقالناش الاختيار بانه نحتفظوا بنقطه خارج الميدان، وبالنسبه لنا نتيجه ايجابيه نقطه، وكنتمنى في المقابله الجايه ان شاء الله كونتر الرجاء البيضاوي في الميدان ديالنا ناخذ 3 بوان باش نبقاو في الصداره ان شاء الله. احنا في الاول كنا يعني عازمين باش نديو واحد 3 نقاط من مدينه اكادير، كما شفتوا مجريات اللاعب فاحنا يعني كنا ند مع فريق اتحاد اكادير، ف بطاقة فجاونا عدة فرص ما تحتينا عدة فرص ما سجلناهمش، هذه كرة القدم. في مجريات اللعب في ضد مجريات اللعب خرجنا واحد بطاقة الحمراء اللي شوية نقصات من فعاليتنا الهجومية، الحمد لله هاد نقطة واحدة من مدينة أكادير فهي إيجابية بالنسبة لنا، إن شاء الله غادي نخدموا إن شاء الله باش نقولوا كلمة ديالنا إن شاء الله في المستقبل.